بسم الله الرحمن الرحيم، اخباركم يا دكاتره؟ معاكم دكتور محمد كامل، استاذ مساعد العلاج الطبيعي. وان شاء الله عايز انوه بس ان انا هنزل سلسله من المحاضرات، يعني ان شاء الله باذن الله تكون مفيده وتكون شيقه. احنا معظم شغلنا بيبقى مركز اكتر على الماسكولوسكيليتال، بيبقى مركز اكتر على النيوروماسكولار، بيبقى مركز على الاشياء او الحالات او الديس اوردرز اللي احنا بنشوفها كتير، تمام. لكن احيانا بيجي لي البيشنت بيبقى اوت اوف سكوب اوف فيزيكال ثيرابي، يعني خارج نطاق شغلنا، تمام. طيب، فانا بحاول ان انا اعمل سكريننج للبيشنتس بتوعي، والسكريننج ده بينتج عنه عده اشياء. الحاجه الاولى ان انا اقول ده البيشنت ده انا شايف ان هو يحصل له انفجار في الزايده، تمام، او اتوقع كده من خلال السكريننج اللي انا عملته، فبالتالي ده لازم يروح حاليا الطوارئ في المستشفى، تمام. طيب، او ان ده البيشنت ده بينزف فلازم يروح الطوارئ، او ان يعني في حاجه خطيره بتحصل. طيب، بعض الناس اقول له لا، انا بص انا شايف ان في حاجه غلط، يعني انا شايف ان انت احتمال يكون سكرك مش متظبط الايام دي. انا يعني ما بقولش ان النهارده ان هو عنده دايابيتك كيتو اسيدوز اللي هي ميديكال ايمرجنسي، او ان هو مثلا يعني داخل في كوما او بتاع، لا، او حصل كومبليكيشنز من الدايابيتس وداخل في جنجرين لا، دي كلها ايمرجنسيز، تمام. لكن انا بقول ان انا بقول له انا شايف ان سكرك مش متظبط الايام دي، الاي 1 سي بتاعك مش مظبوط، التنجلينج سنسيشن والحاجات دي مش مظبوطه، فانا اقترح ان انت تحدد ميعاد مع الدكتور بتاعك وتروح تشوف الدكتور بتاعك مثلا بتاع البطنه او كده. فده انا عملت له ريفيرال باك للميديكال دكتور بتاعه، ولكن مش ايرجنت، مش ايمرجنسي. لازم افرق ما بين الحالتين، تمام. في ناس لازم تروح دلوقت، واحد داخل في مايوكاردال انفاركشن كويس والساينز والسيمتومز بتقول كده، ده هنستنى عليه ليه؟ ما هو هيحصل المايوكاردال انفاركشن، ممكن اريزميا وممكن يموت، ونكروزس هيحصل في الهارت، مشاكل كبيره جدا، تمام. لكن واحد يعني واضح ان هو في تاكيكارديا مستمره، مش لاقين لها سبب، مش لاقي لها سبب، وانا المفروض ان انا بقيس الفايتال صح قبل ما ببتدي التريتمنت مع البيشنت بتاعتي او البيشنت بتاعي، يعني بشوف الهارت ريت اخباره ايه، ريسبيراتوري ريت اخباره ايه، بشوف البلاد بريشر اخباره ايه، بشوف التمبريتشر اخبارها ايه، وديورنج التريتمنت وافتر التريتمنت بشوف برضو ايه الاخبار. فانا لو لقيت في ابنورماليتي، والابنورماليتي دي متكرره ولكن مش حاجه مرعبه يعني، تمام، برضو اقول له المفروض يشوف كارديولوجيست، الكارديولوجيست يشوف وات از جوينج اون، يمكن تكون محتاج فيرزر انفستيجيشنز، محتاج يتعمل لك ايكو اي سي جي، يتعمل لك اكسرسايز اي سي جي، يتعمل لك حاجه نشوف ايه الوضع وكلام من كده. فدي السلسله اللي انا هبدا فيها ان شاء الله. هنبهكم قبل كل مجموعه محاضرات عن المجموعه اللي انا هتكلم فيها. فانا هتكلم ان شاء الله اول حاجه عن الجينيتو او اليورو جينيتال سيستم، اللي هنقول اليورو جينيتال سيستم. احنا عندنا ده هنقسم لحاجتين، عندنا المشاكل الكدني واليوريتر والبروستيت والبلادر، الحاجات اللي زي كده، فده جزء اللي هو بتاع اليورينري سيستم. وعندنا مشاكل ريليتد للجينيتال سيستم سواء ميل او فيميل، تمام. ايه الحاجات اللي انا اسسبكت ان هي ابنورمال وبالتالي محتاجه مور ميديكال سكريننج، محتاجه ريفيرال باك تو الفيزيشن، او ممكن حاجات كمان تكون ميديكال ايمرجنسي. فهو ده اللي انا هتكلم فيه ان شاء الله. ده بيحسن ادائك انت، او بيحسن عملك كفيزيكال ثيرابيست، لان انت راجل فاهم، تقدر تحول البيشنت اللي هو اوت اوف سكوب، اقدر افيد البيشنت. انا اتخيل ان انا اسسبكت ان انا ان البيشنت اللي عندي ده ممكن يكون عنده مثلا بروستيت كانسر، ممكن يكون عنده بلادر كانسر، ممكن يكون في مشكله معينه، احوله باك لليورولوجيست بتاعه يشوفه، ففعلا يكتشف ان هو عنده حاجه زي كده. انت خدمه قد ايه قدمتها لهذا المريض، تمام.
يعني احنا بنقول تخيل النهارده اما بروستيت كانسر مثلا يكتشف في مراحله الاولى، ولا نكون وصلنا لمرحله سيئه، وهذه المرحله السيئه خلاص بقى في ميتاستاسيس، والميتاستاسيس وصل للبون وبقى الموضوع ملوش حل. وبقى اذا يا جماعه واحنا بنبص على البيشنتس بتوعنا احنا المفروض نشوف بنظره اشمل، المفروض يكون عندنا وعي بهذه الحالات. فهذه هي النقطه الاولى، انت بتحاول تفيد المريض وده بتحلل القرش اللي انت بتاخده، لان دي من مسؤولياتك، صح؟ انا ماليش دعوه، انا ليا دعوه بالوجبين اللي عنده وخلاص. طب ما ممكن يكون الوجبين اللي انت حضرتك بتعمله ده بسبب ان هو عنده بروستيت كانسر، والبروستيت كانسر عمل ميتاستاسيس في السباين والسباين، فانت كده يعني بتزيد الطين بله كما يقولون، يعني الحاله هتبقى اسوء واسوء واسوء. بالعكس انت بتنشر الكانسر ده بالتريتمنت او بالانترفينشنز اللي انت بتعملها. فده شيء مهم. طيب الحاجه الثانيه، انت از كلينيشن بتطور مهاراتك من خلال هذه المحاضرات، بتخليك فاهم، راجل فاهم، فاهم الحالات اللي بتعمل سكريننج ازاي، بتعمل ديفرنشال دايجنوزز ازاي، وده اللي انا هتكلم فيه ان شاء الله. الحاجه الثالثه ان انت من الناحيه القانونيه ان انت ما تكونش عملت حاجه للبيشنت ضرته وصلته لحاله اسوأ، تمام، بناء على الانترفينشن اللي انت بتعمله، ودي مشكله يعني كده. طيب الحاجه الرابعه ان حاليا معظم امتحانات اللايسنس اكزامز بقت بتركز على هذه النقطه، ازاي ان انا اعمل ديفرنشال دايجنوزيس فور البيشنت. طب ليه انا ما بعملش ميديكال دايجنوزيس؟ يعني ما بقولش للعيان ده انت عندك سرطان في البروستاتا وهتموت في خلال 6 شهور، ده شغل الام دي ميديكال دكتور، مش شغلتي خالص. انا بقول لك انت بتعمل ديفرنشال دايجنوزيس وبتقول ان الحاله دي انا شايف ان هي فيها مشكله ومحتاجه ترجع تاني للطبيب المعالج فور فيرذر انفستيجيشن، والفرق كبير ما بين الاثنين، تمام؟ يعني عشان ما حدش يقول ده الدكتور محمد بيقول اه انا هكتشف ان عنده سرطان في البروستاتا وابتدي اعالجه، لا انا ما بقولش كده خالص، تمام؟ ولا دي المحاضرات اللي انا هقولها. انا بقول لك احنا عايزين نعمل ديفرنشال دايجنوز بحيث ان انا اقول البيشنت ده تبعي، البيشنت ده مش تبعي، البيشنت ده محتاج فيرذر انفستيجيشن، تمام؟ طيب فاحنا كفيزيكال ثيرابيست في دول كتيره بدات تدينا حاجه اسمها الدايركت اكسس، ان البيشنت يجي لحضرتك بدون تحويل ويبتدي انت تتعامل معه من البدايه، تمام؟ طيب يبقى اذا لو انا اكتشفت حاجه مش مظبوطه او حاجه كلام من كده ده مهم. فالديفرنشال دايجنوزيس بعض الكليات حاليا او المحترمه اللي هي مناهجها متقدمه اصبحت بتركز على الديفرنشال دايجنوزيس، لان الديفرنشال دايجنوزيس مهم جدا بالنسبه للفيزيكال ثيرابيست، تمام؟ بعض الكوريكولمز القديمه او معظم الكوريكولمز القديمه لا تهتم بهذا الشيء، وليس هناك ماده منفصله تعتني بالايه بالديفرنشال دايجنوزيس، ودي مشكله كبيره. فده الموضوع اللي انا هتكلم فيه ان شاء الله. هبتدي اتكلم، قلنا اول سيستم هبتدي اتكلم فيه اللي هو اليوروجينيتال، وهتبقى مجموعه محاضرات هنزلهم، يعني هتلاقي يوروجينيتال 1، يوروجينيتال 2، يوروجينيتال 3 وهكذا، وان شاء الله بالتوفيق باذن الله. واتمنى كمان انها تكون مفيده للطلبه، احنا حاليا في اجازه الصيف، يا ريت ان احنا نذاكر ونقرا ونطلع. وبالتوفيق للجميع، وربنا سبحانه وتعالى يعني يجعله علم ينتفع به ويكرمنا به واحنا احياء وبعد الممات. شكرا جزيلا لحضرتك.